صباح النور، السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في جرعة إيجابية. إن شاء الله كمان نلقاكم بخير في هذا الفيديو. جمعة مباركة إن شاء الله، وفي هذا النهار المبارك كمان نصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. همسة نهار اليوم رايحة تكون همسة وروتين يوم الجمعة وتحلية ما كاش أحلى منها. الناس اللي تحب ذوق الشوكولا وش نقولكم اللي تمدمين عليها. بسم الله خليكم معي. الحاجة الأولى في هذا النهار دايما نبدأ بصلاتي وصورة الكهف، نحسهم يعطوني دفعة إيجابية باه ندير شغلي وواجباتي وأنا فرحانة مطمئنة. وعلى قد ما الإنسان يسعى ويتقرب من الله سبحانه على قد ما رح يشوف تغيير كبير، رح يشوف رحمة وحب وطمأنينة وقناعة وينسى كل ما هو مادي، ينسى كل ما هو قيل وقال ويركز فقط في دائرة حياته وحياة أهله وشغله. وكل ما نخطأ نرجع ليه ونطلب السماح والغفران. وإذا قسات علينا الحياة في بعض الأحيان دايما كان هو المنقذ والملجأ الوحيد، وعمره سبحانه لا يسمح فينا على قد ما غلطنا. تخيلوا حب الأم الإبنة، إذا كيف رح يكون حبه لينا سبحانه. إذا همستي لكم نهار اليوم هي الرجوع لربي سبحانه في الفرح والقرح في العسر واليسر، يعني نهار اللي يكون عندك وبخير عليك بقاو دايما قراب ليه وشكروه وحمدوه. ونفس الشيء إذا كان الحال معسور وأموركم سيئة، خليك دايما بجانب الخالق ربي سبحانه، لأنه هو خلق العسر واليسر، ولازم في كلتا الأمرين وفي كلتا الحالتين نكونوا دايما قراب ليه سبحانه. ونرجع الروتيني بعد ما شربنا قهوتنا وحلينا عينينا، نروحوا لحبيبتنا الكوزينة كأي عائلة جزائرية يوم الجمعة. طبق تقليدي، واليوم كان ترشتة بالجاج، والزينة كما راكم تشوفوا فصوص تاع بطاطا وبيض ومرقة بالحميصة، والجود بالموجود في هذا الفترة فترة الحجر، الله يعافينا وإياكم. وأكيد بعدها غسيل الماعن كما نسميها ما وراء الكواليس، وكي نمسح ونرجع كل حاجة وين كانت كما كل عشية ولفنا حاجة حلوة. الحلو تاع هذا اليوم هو كخام ديسا بزاف بنين، إن شاء الله يعجبكم يا رب. وهذه الكخام ديسا خشا نقول لكم بنتو هايلة، سخطون الناس اللي تبغي الشيكولا والجو تاع الكاكاو. وقبل ما ننسى بالنسبة للمقادير اللي زنغيدو راح يكونوا في صندوق الوصف. كي رحت نبدا ما لقيتش عندي قهوة سريعة الذوبان، كانت خلاصت وما كنت عارفة، اذا طيبت براستا قهوة ندير بها لو ديساغ تاعنا ونفس الوقت نشربو لو كافي. وهاد لاغوسات راح نحطها فيديو وحده، اللي يحب لي ديتاي ولا اللي يحب يشوف غير لاغوسات فقط ماشي يعني ما يشوفش كامل الروتين.
وأخيرا يا رب، اللهم في هذا اليوم المبارك جعله لأعز الناس عندي وعندكم يوما مباركا فيه الدعوة لا ترد وهبة من الرزق لا تعد، وافتح له بابا في الجنة لا يسد، واحشره في زمرة سيدنا محمد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هذا الدعاء كل واحد فينا يدعيه للإنسان الغالي عليه، ولا يوجد أغلى من الأم. السلام عليكم إلى فيديو آخر، وإذا عجبتكم همستنا ما تنسوا تشاركونا. عليكم.